استاذ حميه تبعنا من الصباح وتتابعون من الصباح أو من 3 أيام بوادر إطلاق العسكريين. أتتكم المعلومات باستلام الصليب الأحمر والجيش والقوى الأمن جثمان الشهيد ابنكم؟ نعم، أول شيء يسعد لي صبيحك وصبيح المستمعين إلي. نحن من أول امبارح مواقفين العملية. نعم. ونحن نشكر اللواء إبراهيم على المسيح الحميمة واللي يعتبر كل العسكريه وليده. نعم. وبنتامل هلا نحن استلمنا جثه لابني وهي موجوده مع الصليب الاحمر اللبناني باراضي اللبوة. وبنتمنى من الافراج على عسكريه طيبين بأقرب وقت لحتى الله يفرج قلوب اهاليهم. نعم. وبنتمنى انه علي وابراهيم ما ينام، يسعى لاسترداد جثمان الشهيد مدليج والعسكرية اللي ما عاد يعيش. نعم. استاذ حمية، حضرتك قلت والعائلة كلها قالت من الأول مشكلتنا هي إنه أبو طاقية يسلم نفسه. صحيح. هناك حديث، طبعا نحن ما فينا نعرف شروط التبادل وهناك سرية على هذا الموضوع، بعض المعلومات تشير إلى أن أبو طاقية هو ضمن هذه الصفقة. نحن نتمنى من الدولة اللبنانية ونتمنى من اللواء ونتمنى من كل القوى السياسية انه هذا الامر، انا من الاول انه رفضت استلم جثة ابني مشان هذا الامر. اذا هذا الامر انه بده يتم انه بطاقية مع اللي بدهم يطلعوا، يعني عم يجرونا لمطرح نحن ما نفيه. نحن محملين مسؤولية دم ابننا لابو طاقية، لا للتوقف، اللي توقف ما إلي معه. هذا الدولة قامت بواجبه وعنصر إرهابي وكمشيته، بس حقنا عند أبو طاقية. نتمنى على الدولة ما تساعد على أمر يجر لحالة ما أنا فيه. نعم. إذا بدها تساعد على تهريب أبو طاقية عم تجرني لمطرح إني ما أرحم البريء، البريء ما لح أرحمه. كيف إذا أبو طاقية بده يطلع بهالشفقة؟ كيف يعني أستاذ حمية؟ يعني 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 ما لح خلي حجايري انه اذا بطاقية بده يعمل عمل وفال تساعده الدولة، عم تحطني بنقطة انا ماني فيه. نعم. استاذ معروف حمية، بطبيعة الحال وصول العسكريين اذا الله راد هو إن شاء كنا بنتمنى يكون شهيد محمد حمية حي بطبيعة الحال بيناتهم، ولكن شو بيخلف شعور عندكم وعند العائلة هذا المشهد؟ هذا المشهد نحن بنفتخر بشهادة ابني وما عندنا غير الافتخار. وهاي الشهادة رفعت راسني ورفعت كرامتني، ومنتمنى الافراج العاجل عن العسكري الطيبين. والطيب ابدا من الميت. صحيح. ونتمنى الدولة ترجع تكفي مساعيها للإفراج عن جثمان الشهيد مدليج وعنها العسكريين اللي بعد ما عاد يعيش. إن شاء الله الله يتمم الأمر هلا تمام، إن شاء الله إنه عم يتم، والله يفرجها على العسكري 16 اللي متواجدين مع النصر. نعم. أنتوا أينتا عرفتوا أينتا رح تستلموا جثمان الشهيد؟ نحن توجه على الجثمان على المستشفى العسكري وما نعرفنا إيه ليطلع الفحص. نعم. استاذ معروف حمية والد الجندي الشهيد محمد حمية، شكرا لك والرحمة، كل الرحمة للشهيد محمد حمية وباقي الشهداء. تعيش والله يرحمه فيكم. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا لك.
وانا زوجة البغدادي على ما هيك اظن، يعني بيقولوا انه زوجة البغدادي بس ما بعرف. رضوان خالته. طيب بقولوا اذا انك زوجة البغدادي انت كنت تتوقع زوجة. انا طليقته من 6-7 سنين. اه بلا ما كان بغداد. هل اخذتي قرار بالانتقال الى بيروت لعيش هناك؟ لا انا راح اطلع على تركيا. شو القرار اللي اتخذتيه؟ بكمل بسبوراتي اطلع على تركيا. يعني هلا حتكوني في بيروت ومن بعدها ستحاولي انتقال الى بلد اخر. شكرا.
انت يا خي تصلي بالسلام يا بابا. لا تصلي بالسلام. عادي عادي ما عادي. معي خيا معي اختك معي ولادك اللي من هرج مع بنيان الصلاه. انا بس بدي اقول مبروك لكل لبنان مش مبروك لنا بس. حدث اللواء كتير أخذت جهد وبذلته يعني كتير طاقة آخر يومين، كان في عرقلات معينة من الجهة الخاطفة، شو كان عم بس؟ أنا بس بدي أقول إنه الفرحة ما رح تكمل لننهي مع داعش. حتحاولوا تفوتوا في هذا الملف يعني حتحاولوا تكملوا فيه؟ أكيد أكيد، طالما لما نلاقي مفاوضين نحن مستعدين للتفاوض. هاي الشروط برضو إلى الجانب اللبناني؟ الشروط اللي بتحفظ لنا سيادتنا وأقل من هيك ما كان فينا نعمل. البعض فضل عدم انه ما بده يروح لعند النصرة وفضل يرجع على لبنان، ليه برايكم تم هيدا الشيء وليه رجعوا يعني اذا هن بدهم اياهم يرجعوا؟ لبنان بلد الحرية. حيبقوا عنا؟ حنستقبلهم؟ حيبقوا عنا اهلا وسهلا فيهم. شو بتقول اليوم يعني شو بتقول لاهالي المخطوفين بقى؟ كلهم عم يتشكروك على هالجهود اللي عم تقوم فيها. لا ما في داعي للشكر، هي واجباتنا. شكرا حضرة اللواء.